صباحكم بالخير. اليوم الأحد 23 أيلول سبتمبر، اليوم الشمس صارت موجودة ببرج الميزان الهوائي. الأجواء اليوم جيدة كمان للأبراج المائية لأنه القمر موجود ببرج الحوت، يعني في عنا اليوم مواليد برج الحوت السرطان والعقرب كمان أوضاعهم جيدة، فكيف رح بيكون هالنهار؟ منبلش مع برج الحمل. مولود برج الحمل اليوم يلي هو فينا نقول أول يوم بفصل الخريف، اليوم هالنهار ما كتير ظابط كله على بعضه، يمكن بتحس انه في تغيير في الفصول، هو في تغيير في الطاقة الفلكية يلي اليوم ما عم تشتغل معك، بالعكس يمكن اليوم تشتغل ضدك، فبدك تطول بالك كتير. الأقل حظا نسبيا هي مواليد شهر أدار مارس. بنتقل لبرج الثور. بالنسبة لبرج الثور اليوم نهار بعتبره مناسب لحتى يكون في نوع من تلاقي، نوع من gathering، تجتمع جمعة حلوة سواء كان بالشغل سواء كان مع الأهل أو مع العيلة أفراد العيلة، اليوم حلو يكون في جمعة لأنه الأجواء مناسبة لذلك، وهذا معناته اليوم في قدرة الجو مناسب لحتى يصير في لحمة أكثر، يعني بصير كل الناس تلم على بعضها. الأكثر حظا اليوم هي مواليد شهر نيسان أبريل. كمل مع برج الجوزاء. بالنسبة لبرج الجوزاء اليوم هو أول نهار بتحس أنه في نوع من تغيير نوعي في الأجواء، وكأنه في بوادر حلوة مقبلة وأنت عم تحس فيها. هلأ مثاقبة اليوم لأنه القمر موجود ببرج الحوت، بتحسس أنه في مسؤولية واقعة عليك، معلش منا مشكل، بالعكس حتى إذا عم تشتغل أنت بعملك اليوم نهار لازم تعطي أكثر ما عندك وأهم ما عندك لأنه نهار بكافئك. الأنشط نسبيا هو مولود 24-25 أيار مايو. بكمل مع برج السرطان. بالنسبة لبرج السرطان وكأنك مسافر راجع من سفرة أو عم تضب الشنطة مسافر لكنك مبسوط أو عم تحتفل بعودة شخص، في أجواء جديدة كأنه نوع من مغامرة بانتظارك وأنت حابب هالأجواء هاي. في تغييرات مهمة لها علاقة بمكان استقرارك أو بمكان اللي أنت عم تطمح تكون فيه. بجميع الأحوال الأجواء اليوم فيها حظوظ، والأكثر حظاً 12-13 تموز، بدي يضيف عليهم 29-30 حزيران يونيو. بنتقل لبرج الأسد. بالنسبة لبرج الأسد الجو اليوم بيطلب منك أنك تعمل حساباتك مش كيف ما كان. كمان اليوم مطلوب منك انه كل هالمشاكل اللي صارت خاصة بهالثلاث ايام الماضية ترجع تصححها. في اشياء انت غلطت فيها، في اشياء ناس غلطت فيها تجاهك. بجميع الاحوال هو نهار لتعمل جردة على الامور ولتصلح البعض منا، ولحتى بالنتيجة تعمل شيء جيد لإلك، مش تسيء لحالك وتزعج حالك. كن حذر من الانفعالات 26-27 تموز يوليو. بكمل مع برج العذراء. بالنسبة لبرج العذراء هو مش انه الشمس الموجودة برج الميزان اللي زعجتك، بالعكس تماما انت تتقدم بوجود الشمس ببرج الميزان، لكن القمر الموجود اليوم برج الحوت بزكسكك شوي، بيلعب على الوتر الحساس، وكأنه في حدا اليوم بزد كلمة، أو وكأنه أنت مزعوج لأنه حدا من أفراد العائلة تصرف بطريقة مختلفة مش على ذوقك، أو كأن حدا شلك أغراضك من هون وغير لك مكانهم. بجميع الأحوال ما تخلي شيء يزعجك تماما يطلعك من جلدك مثلا، لانه ما في شيء بيحرز. الاكثر تعبا 7-8-9 ايلول سبتمبر. بنتقل لبرج الميزان. مولود برج الميزان واخيرا وصلت الشمس لبرجك، شو معناتها؟ معناتها في عندك شهر تقريبا، خلال هذا الشهر جميع مواليد برج الميزان بدهم يطووا صفحه ويبلشوا صفحه جديده. اليوم تحديدا القمر الموجود بالبيت السادس بالنسبة لك عم يسمح لك انه انت تاخد قرار انه انا صحتي هي نمبر 1، هي الاولوية. قرارات حلوة بتاخدها بتبلش تشتغل فيها. بعض مواليد برج الميزان يمكن اليوم يستلموا مسؤولية، عبء او واجب بدهم يشتغلوا عليه. الانشط يلي ما بيهدى اليوم هو مولود سبتمبر. بكمل مع برج العقرب. بالنسبة لبرج العقرب وصول الشمس لبرج الميزان بيحطك بمرحلة مراوحة مكان فترة 30 يوم. ثائبة اليوم انه القمر موجود ببرج الحوت المائي، يعني عم بيلاطفك حتى ما تنصدم بفترة الركود اللي بدك تدخل عليها او اللي دخلت عليها، فاليوم في ملاطفة، اليوم في اجواء نوع من دلع
واهتمام فيك. فانبسط بهالاجواء، خذ كل الطاقه اللي انت بحاجه لها، خذ معنويات، واليوم حلو تشتغل على ال 30 يوم اللي جايين، تحط قدامك نوع من البروجرام لإلك. الاكثر حظا 30 31 اكتوبر، 11 12 13 نوفمبر. بنتقل لبرج القوس. بالنسبه لبرج القوس اليوم نهار مناسب لحتى تقضيه برفقه اشخاص بتحبهم، ترتاح لإلهم، سواء اصحابك بالشغل، زملاء او بالبيت، او قرايبينك او اصحابك فعلا، اولادك مثلا. لكن بدك تنتبه انك اليوم شوي جلدك حساس، يعني معقول حدا يأذيك بشيء، تسكت ما بتحكي شيء، بتروح على البيت وكانك اخذ على خاطرك، هيدا نوع الجو. لكن ايضا بالوقت نفسه نهار حلو كثير للجمعات والهيصات، لتعزمهم او انت لتروح لعندهم. الو فرح الظن 25 26 27 نوفمبر. كمل مع برج الجدي. بالنسبه لبرج الجدي، يتمتع اليوم مولود برج الجدي بمهاره حلوه بتخليه يكون هو الاوفيشال سبيكر، انت الناطق الرسمي لاي مجموعه، ان كانت بالعائله، ان كانت بالمجتمع، بالحاره، بالشغل، وين ما كانت. تتمتع اليوم مولود برج الجدي بافكار ذكيه حلوه سريعه جدا، جوابك تحت باطك، دغري دغري بيطلع معك الجواب، والجواب الذكي. نهار ممتاز بالنسبة لإلك، لكن ضلك حذر 25 26 ديسمبر، 9 10 كانون، 2 يناير. بكمل مع برج الدلو. مولود برج الدلو بعتبر هيدا نهار بيسمح لك وبيقول لك احتفل، هيدا نهار مناسب للاحتفالات، هيدا نهار مناسب لأنه بيعطيك ما بياخذ منك. بيعطيك فرحة، بيعطيك خبر حلو، بيعطيك عدنيتك مثل ما منقول، بيعطيك أيضا نوع من إرادة كتير قوية وثقة بالنفس من الأيام الممتازة يلي أنت هلأ دخلت فيها. لكن ما معناتها من عجل، ما معناتها من انفعل، ما معناتها من نعمل مشاكل. موالي 23 24 و25 كانون 2 يناير، كونوا حذرين. نوصل لبرج الحوت. مولود برج الحوت طلعت من هالثلاثين يوم يلي كانوا عم بيخانقوك، ما ضل حدا ما تخانق معك، او ما ضليت انت ما خليت حدا ما زعلت منه، او اخذت عنه فكره، او حطيته ارشيف بمطرح معين. اليوم القمر ببرجك، الشمس صارت موجوده بمكان بموقع فلكي الطف اتجاهك، ما عم بتحاسبك الظروف، بلشت ترتب الامور، وكانك منطلق بمرحله ترتيب، اعاده تنظيم، واعاده تموضع لمكانك. يمكن في اخبار اليوم او في فرصه لحتى تاخذ قرار بادخال تغيير ما، وهذا شيء جيد جدا. الاكثر حظا هي مواليد 27 28 شباط فبراير، 10 11 اذار مارس. بختم مع مولود اليوم. بالنسبه لإلك هيدي سنه بتسمح لك انه تشتغل شغلتين، او تغير شغل، او تنقل الى مكان افضل. هيدي السنه بتسمح لك ايضا انك تنتبه على حالك، على صحتك، وعلى نفسيتك اكثر. هيدي السنه بتشتغل فيها لحتى تزيد مؤهلاتك وشهاداتك. اكتوبر، شباط فبراير، حزيران، يونيو، هني افضل اشهر. الى اللقاء بكره، ابراج جديده، باي باي.